المراحل، الأزمنة، العهود، القرون تمر ولكنها تترك في كل حقبة منها ليس أثرا فقط وإنما آثارا تؤرخ وتؤرخ ولا تنسى. هذه الآثار تظل شاهدة على قوة الثبات والتلاحم والتعاضد والتكاتف والمنهج الراسخ الذي يجمع القيادة بالشعب ويرسم ملامح وطن صنع ويصنع التاريخ والمستقبل وبينهما واقع كل عصر. السعودية حكاية أمجاد لا ولم ولن تنتهي. نأخذكم في هذه الحلقة من يا هلا إلى إطلالة تاريخية على أبرز التحولات الاجتماعية التي حدثت في المملكة العربية السعودية وما رافقها من مراحل تاريخية كثيرة. ويسعدني كثيرا أن أرحب بضيفي الكريم القدير المعروف الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الباحث في التاريخ الاجتماعي الأستاذ منصور العساف. أستاذ منصور مساء الخير وشكرا لقبولك هذه الدعوة. حياك الله، يا هلا فيك وحيا المشاهدين جميعا. قبل ما ندخل لتفاصيل المراحل والعهود والعقود بصفة عامة، التحولات التي حدثت على مر التاريخ في المملكة العربية السعودية اجتماعيا، يعني أبرز ملمح يربط كل هذه المدة الزمنية إيش هو لو بناخذ ملمح معين؟ قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة دائما الملامح هذه تبرز في العمارة، في نمط العمارة، نمط المدنية، نمط أيضا العمل أو المهنة، هذه كلها يبرز فيها التغير. ليه؟ لأنه كيف كان السعودي أول في مهنته وكيف تحول، كذلك كيف كان منزل السعودي عبر الأطوار كيف تحول إلى الآن، كذلك أيضا كيف كانت المدينة أو كيف كانت القرية وكيف تحولت. كل هذه ملامح يعني تقدر ترصد من خلالها التغير المجتمعي عبر العقود الزمنية هذه. جميل، خلنا نأخذ العقود الزمنية ونبدأ فيها عقد عقد. من وين ودك نبدأ؟ نبدأ من مرحلة يعني ما قبل التوحيد. نعم، عقد العشرينيات الميلادية، أربعينات الهجرية، هو فعلا العقد هذا هو اللي الملك عبد العزيز دخل فيها الحجاز رحمة الله عليه، ومن هنا بالعقد هذا صار في تغير جدير حقيقة بالرصد للباحثين، اللي هو أن الملك عبد العزيز مجرد ما دخل مكة المكرمة أنشأ مجلس الشورى، طبعا أصدر صحيفة أم القرى لكن أنشأ مجلس الشورى، ومجلس الشورى يعني قدم تحول مجتمعي كبير. السبب أنه سن الأنظمة لأجهزة الدولة، سن الأنظمة وأيضا أعطى توصياته لبناء أجهزة الدولة مثلا، فما كانت وزارات في تلك الفترة، الحقيقة أنها كانت يعني مديريات، مديرية التعليم، مديرية الجمارك، مديرية يعني حتى الشرط كانت أقسام بسيطة. الأنظمة هذه ساهمت وسهلت من العمل الإداري لما توحدت المملكة فيما بعد، فيها تقريبا بعدها بسبع سنوات ثمان سنوات. العشرينيات دائما احنا نميزه بأنه يعني عقد الأنظمة، سن الأنظمة في مجلس الشورى. طبعا مجلس الشورى مر بمراحل، يعني كونه انه يعني بالاول كان في مكه المكرمه فقط ثم بعدين توسع الى ان ضم المملكه كلها. الحقيقه انه اصبحت هناك حقائب اشبه ما تكون حقائب وزاريه، لكن ما كانت وزارات لكن اشبه بحقائب وزاريه. بدا نظام الجمارك، نظام قلم المرور، نظام ايضا التعليم، نظام تحت مسمى ايش؟ تحت مديريات، بدأت شيئا فشيئا مديريات، أيضا ظهرت أنظمة البلديات ومثل ما تذكرنا المرور والجمارك وكذلك التعليم. أيضا في تلك الفترة بدأ ابتعاث، البداية الأولى للابتعاث كانت في العشرينيات، والملك عبد العزيز ابتعث عدد من الشباب السعودي لدراسات حتى الطيران في تلك الفترة، يعني من العشرينات الميلادية، من العشرينات أواخر العشرينات الميلادية في بالضبط يعني 49 هجري ابتعث الملك عبد العزيز طيارين سعوديين للدراسة في الخارج، وكذلك ابتعث فيما بعد لدراسة الإرسال البرقي اللي هي البرقيات وشفرة موريس وإلى آخره. السبب طبعا على أساس تسهل مهمة الاتصال في المناطق المملكة ومدن المملكة لما توسعت المملكة، والملك عبد العزيز توصل الأخبار في كل مكان عن أرجاء المملكة كاملة. وفعلا يعني بعد فترة من بسيطة عاد هذا الشباب هؤلاء، وكان معظمهم من أبناء ينبع، هذه مفارقة يعني عجيبة، وتبوأ مناصب كبير يعني، وكان هم المؤسسين حقيقيين للأبراق والبرقية. كان فيه سبب معين أنهم من أبناء ينبع؟ لا، لأن كان لهم خبرات سابقة في الخط العثماني، أول اللي كان فيه القطار أو العثماني اللي يوصل إلى المدينة المنورة أرفق بأسلاك هاتفية وكذلك إرسال برقي،
إرسال لاسلكي وسلكي، فكان هم بعضهم دارسينها أو عندهم يعني توظفوا فيها وعندهم معرفة سابقة فيها، فلذلك كان أغلبهم من أبناء ينبع والوجه وضبا وهكذا. فلذلك يعني أول ما بتعث الملك عبد العزيز بتعث أبناء المناطق الشمالية الغربية، فلذلك يعني كانوا هم المبادرين حقيقة الأوائل في مسألة الاتصالات. يعني جميل تاريخيا أنه الابتعاث بدأ من هذاك الوقت، من هذاك العهد يعني. نعم، العشرينات بدأ الابتعاث، بدأ بالعشرينات لكنه بشكل أكبر فصار في الثلاثينات وكذلك الأربعينات، لكنه بدأ في العشرينات. يمكن كان هو من أهم الملامح بالإضافة إلى سن الأنظمة اللي جاءت بعد مجلس الشورى. نعم نعم. بعدها العقد الثاني هو عقد توحيد المملكة اللي هو 1351، وحدت المملكة بداية الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية. توحدت المملكة، والحقيقة أنه أيضا كان في أواخره يعني النفط، ظهور أو تصدير النفط في أو أول بداية تصدير النفط، ولكن ما نحسبها في الخمسينات أو في الثلاثينات الميلادية، نحسبها في الأربعينات. السبب لأن الأربعينات شهدت التنظيم الدوري لإصدارات النفط طبعا. كانت البداية البسيطة كانت في الخمسينات الهجرية الأربعينات الثلاثينات الميلادية. فهو العقد هذا هو عقد نسميه حنا عقد توحيد المملكة. طبعا العقد هذا تميز أن الملك عبد العزيز استقرت المملكة على مدنها على حدودها الحالية، وأيضا سعى الملك عبد العزيز لبداية تنظيم البلد وكسب مواردها. ونتذكر أنه في الفترة هذه أيضا مثلا على مستوى المنطقة الوسطى يعني الملك عبد العزيز بدأ التحدي الجديد الاقتصادي في مشروع الخرج الزراعي هنا في أيضا أقام مشاريع أضار في القصيم وكذلك في المنطقة الجنوبية والجنوبية جنوب غرب المملكة. أيضا بدأت الأعمال الإدارية المديريات هذه بدأت أكثر في الثلاثينات، يعني مثلا مديريات التعليم بدأت أكثر، المدارس انتشرت أكثر، المعاهد، البعثات أيضا زادت في الثلاثينات. هذه حقبة الخمسينات حقيقة. نعم، بس في شقين ودي أعرفها. الأول أنه كيف كان تقبل الناس لهذه التغييرات، سن الأنظمة، الاهتمام بها، التوسع فيها، بداية كسب الموارد وغيرها. والشق الثاني أنه كيف انعكس أثرها على الداخل. الحقيقة أن الناس يتعاطون مع الأحداث أولا بأول، مع الأخبار أولا بأول. الابتعاث شهد قبول، شهد يعني حتى ولو تلاحظ أن الأرامكو لما بدأت أيضا توظف فيها السعوديين، والحقيقة أنه كانوا يعني بوظائف بسيطة بالبداية، عمال. وتذكر عمال يقول يا عبيد من ينشدك عنا سكان في راس النورة، ومن فوق سفن نشيل لنا عمال والنفس مخطورة، قل ترى نتمدنا كل نولع بدافورة. هذه قصائد من أبناء البلد، أبناء البادية وأبناء القرى والهجر لما وصلوا إلى أرامكو وتوظفوا بوظائف بسيطة. فيما بعد أصبح هؤلاء الأبناء يتبؤون مناصب بمؤسسات الدولة. أضرب لك مثال في الطيران، يعني أذكر أني لما أجريت بحث عن تاريخ الطيران في المملكة وجدت أن الكابتن أحمد مطر رحمة الله عليه والكابتن أيضا نهار نصار رحمة الله عليه، نهار نصار هذا أول من قطع، أول عربي قطع المحيط الأطلسي في طائرة نفاثة. هو احنا نسميه طيار الملوك لأنه طار بجميع الملوك. هو وقتها كان شاب سعودي صغير، كان عمره 14 أو 15، كان يعمل في أرامكو مراسل صغير. فكذلك كل هذول كانوا في أرامكو، أحمد مطر ونهار نصار وجزاع الشمري، كلهم كانوا في أرامكو. وبعدين نهار نصار يوثق التاريخ أنه أول عربي يقطع المحيط الأطلسي في طائرة نفاثة، لأن بالستينات هذا حدث طبعا طائرة النفاثة. فالأبناء الشباب هذول السعوديين كلهم ظهروا في أرامكو، كانوا بدايتهم وظائف بسيطة بأرامكو. لما بدأ الطيران بالتوسع الابتعاث الطيران وصلوا الجدة وابتعثوا للطيران، أصبحوا من كبار المسؤولين في الطيران، يعني حتى أحمد بطر رحمة الله عليه كان مدير الخطوط السعودية. اللي أقصد أنه إن المخرجات الأرامكو أيضا تبوأوا مناصب أخرى في أماكن ثانية، تعاطى معها الأبناء المجتمع أنهم أولا قبلوها، رحبوا بالوظائف، تعلموا فيها. أرامكو كانت أيضا تعطي دورات وتعطي يعني وتجري وتقيم مدارس.
أيضا كذلك في البعثات في الحجاز، كانت في الطائف وفي جدة وفي مكة مدرسة البعثات، ابتعثوا فيها وتعاطوا معها وجوهم من كل مكان، يعني جوهم من أبناء الجوف وجوهم من أبناء نجران وجيزان والمقصيم ومن كل مكان، وابتعثوا. لذلك تشهد أسماء المبتعثين من كل مناطق المملكة. لذلك أبناء المجتمع كانوا يتعاطون مع الأحداث أولا بأول، وكذلك يتابعون يعني إنجازات الدولة ويلبون لها حقيقة. يعني مثل ما ذكرت لك حتى في مسألة الإبراق والاتصالات البرقية والسلكية واللاسلكية كانوا مبادرين فيها. قبول الآباء، قبول المجتمع ككل، قبول العائلات الأسر، كان كله في غاية السهولة. نعم جدا، لأن فترتها كان الابن إذا وصل 15 سنة يطلع يروح يبحث عن عمل حتى يعني لو خارج المملكة، لأن المجتمع السعودي مر بثلاث مراحل، قد يكون هذا سابق لأوان ولكن أو أربع مراحل. المرحلة الأولى أن السعوديون في السابق كانوا قبل توحيد المملكة يبحثوا عن العمل في الخارج، أما أن يذهبوا للهند في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، يذهبوا للهند للتجارة أو يذهبوا للعراق والشام ومصر لتجارة الإبل والعقيلات أنت عارف والخيل العربي الأصيل. فكان معظم أبناء المناطق هذه الشمال والوسط والمنطقة الشرقية يعني خارج البلد يتاجروا ويرجعوا بعدين، يعني بعد تجارات يحصلوا يبدأوا يرجعوا لبلدهم. المرحلة الثانية اللي صار السعودي، بدأت المؤسسات الدولة تبنى وأنظمة الدولة تبنى وأجهزة البلد تبنى، فبدأوا تبوأوا هؤلاء مناصب اللي كانوا من مخرجات الابتعاث ومخرجات السفر هذا للتجار، تبوأوا مناصب في داخل البلد. هذا حدث في تقريبا في الستينات، يعني في الستينات في السبع عفوا في الخمسينات وفي الستينات تبوأوا أبناء البلد المنصب. أول كانوا يسافروا برا عشان الرزق، وبعدين لما تحقق الأمن والاستقرار من فضل الله سبحانه وتعالى وبنيت مؤسسات الدولة وأنظمتها، أصبح السعودي يعمل داخل المملكة داخل بلده. وفيما بعد أيضا جاء بعدين، يمكن هذا برضو سابق لأوان، أنه السعودي أصبح جاءت الطفرة وأصبح السعودي يتخلى عن مصالحه ورشته عمله محله أو متجره للغير سعودي. طيب بنيجي لهذه المرحلة، لكن الآن الأربعينات تسمونها تاريخيا عقد الاستقرار. نعم طيب. عقد الاستقرار، لأن الملك عبد العزيز الأربعينات الميلادية الستينات الهجرية، أن الملك عبد العزيز وقتها كانت قامت الحرب العالمية الثانية يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم حكمة الملك عبد العزيز أنه وازن مع القوى الكبرى وأخرج البلاد من فضل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء بصفر خسائر. يعني لا احنا مع المعسكر الشرقي ولا مع المعسكر الغربي، احنا اهتمامنا بلدنا والبلاد الشقيقة. وحقيقة كانت سنوات صعبة لما الواحد يرصد تاريخيا الخمس سنوات هذه اللي مر فيها الملك عبد العزيز في الصراع بين القوى العالمية، لا يرصد شيء. أضف إلى هذا أن الاقتصاد في المجتمع السعودي وفي المجتمع العالمي حقيقة عانى كثير، يعني حتى الورق ما كان يعني يصدر. جريدة أم القرى والبلاد السعودية كانت تعاني من مسألة الورق. أيضا السكر، أذكر في سنة يسمى المؤرخون الدكتور فايز البدراني يسميها سنة السكر الحمر، عند بوادي نجد والحجاز يسمونها سنة السكر الحمر. ليه؟ لأن الملك عبد العزيز مع قلة السكر وزع السكر اللي وضعت أعتقد أنه السكر البني هذا، وزعها من معونات الدولة للمواطنين، لأن التجار توقفوا، ما في الموانئ، ما يعني خلت من القوافل الموانئ هذه قلت من السكر، ما في سكر، فوزعوا السكر الحمر من الدولة. كان المخزون أيامها يكفي، من الدولة دعمت، الدولة دعمت ووزعت للمواطنين، فسميت سنة السكر الحمر. كذلك أيضا هذا في الجانب الاقتصادي، كذلك أيضا في الجانب المدني. وأنت كيف برضو يعني في الاقتصادي في النفط أيضا، كيف الملك عبد العزيز استطاع أنه يعني يكسب معركة النفط أيضا مع في الثلاثينات وكذلك في الأربعينات. وأنت عارف بعد يعني ما انتهت الحرب العالمية الثانية استقر الوضع في جميع البلاد، يعني والمملكة الحمد لله خرجت في كل يعني كاسبة، يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن لم يعني تحسب على طرف من. طيب دكتور، قبل ما نروح للخمسينات، تمام، في هذه المراحل الثلاث اللي ذكرناها وبالذات فيما بعد اللي هو الثلاثينات والأربعينات ما بعد التوحيد، إلى أي مدى كان لفكرة الاستقرار، استقرار الحكم، التلاحم اللي موجود بين القيادة والشعب أثر في نجاح كل هذه التحولات؟ أول الملك عبد العزيز كان طبعا يستثمر كل الكوادر الوطنية الموجودة،
هذا أنت ملاحظ من دخول الملك عبد العزيز يعني من للرياض كان رجالات وكلهم أبناء البلد اللي دخلوا مع الرياض كلهم أبناء البلد. أيضا لما بدأ منظومة الحكم كلهم من أبناء البلد. لما توسعت رقعة حكم الملك عبد العزيز استعان أيضا بالأشقاء العرب، والحقيقة أنهم كانوا كفاءات وكانوا نعم الرجال يعني كانوا أمينين جدا مع الملك عبد العزيز وقدموا خدمات وكان ولائهم جدا عالي للمملكة وللملك عبد العزيز أيضا، واستفاد منهم أيضا منظومة الحكم استفادت منهم، كذلك الملك عبد العزيز كان يقدرهم ويعلي شأنهم ويأخذ برأيهم، يعني كان الملك عبد العزيز يعلمهم حقيقة لكن أيضا يأخذ برأيهم. المواطنين وقتها حرص الملك عبد العزيز كثير على مسألة التعليم، تأهيل المواطن ومن ثم يعني إعداده لصناعة البلد. أنت لو تلاحظ أنه ابتعث في البعثات في العشرينات في الطيران وفي الاتصالات السلكية واللاسلكية في العشرينات وكذلك في الثلاثينات، وهذا شيء متقدم. لاحظ أنشأ مجلس الشورى في سنة 43 هجري يعني تقريبا 14 ميلادي، وهذا متقدم، ما في كيانات سياسية ولا دول قامت. يعني الآن مجلس الشورى تقريبا عمره قرن وسنتين، 100 وسنتين. إيه 100 وسنتين. طبعا يعتبر أنه هم 1346، لكن هذا النظام، لكن هو أمر الملك عبد العزيز بالإنشاء وقامت المجلس وقيم المجلس فعلا وناقش شؤونه طبعا في 43. فمن 43 إلى الآن 45 هجري طبعا سنة قرن وسنتين، يعني 100 سنة وسنتين. هذا دليل على أن الملك عبد العزيز كان حريص على بناء البلد الآن إداريا بعد ما توحدت البلاد وتوسعت وحد وأشبه ما يكون يعني وضعت حدودها كاملة الجغرافية، خلاص الآن بناء البناء الإداري وبناء أيضا أجهزة الدولة. لذلك سنة الأنظمة وبدأ في بناء أجهزة الدولة اللي فيما بعد أصبحت وزارات. جميل. هذا كله في الفترة إلى ما قبل الخمسينات. وصلنا إلى الخمسينات، إيش أبرز التحولات اللي صارت فيها بعد كل هذا الاستقرار؟ الخمسينات حقيقة أنها هي بداية الدخول العصر المدنية، هي البداية، لكن احنا ما نسميها يعني أقدر أقول كمدنية في الستينات حقيقة، ولكن البدايات أكثر لا سيما في الرياض في الخمسينات. ليه احنا عقد الخمسينات نسميه بناء الوزارات؟ ليه؟ لأنه 30 سنة الآن المجلس الشورى هو اللي يسن الأنظمة وكذلك يبني أجهزة الدولة اللي هي المديريات. الملك عبد العزيز قبل وفاته رحمة الله عليه كان مهتم جدا في الوزارات، والقرار كان خلاص شبه صادر لكنه توفي رحمة الله عليه، وبدأ الملك سعود في أول من أول قرارات الملك سعود أنه إنشاء مجلس الوزراء. لما إنشأ مجلس الوزراء وإنشأت وزارات جديدة، ما كان يمكن فيها وزارة إلا كانت وزارة الخارجية والمالية، فأنشأت الوزارات الجديدة كلها هذه وبقيت المديريات على مسماها ولا تحولت إلى وزارات. وزارة مديرية التعليم والمعارف أصبحت وزارة المعارف، وهكذا الأمن العام وأصبحت كذلك وزارة الداخلية إلى آخره. فأصبحت هناك أنشئ مجلس الوزراء مع بداية عهد الملك سعود اللي هو يعني الخمسينات. إحنا نسميه حقيقة العقد هذا عقد الوزارات، لأنه الآن السعودي أكثر بدأ لما تأهل ويعني درس في الخارج أو حتى درس هنا بدأ يتعاطى مع الوظيفة وبدأ يدخل الحياة المدنية. الحقيقة أن الحياة المدنية ظهرت في المجتمع السعودي بشكل كبير وواضح في الستينات، يعني بدأت الحياة المدنية بشكل واضح، ما لا شك أنها موجودة لكن في الستينات ظهرت. كيف بدأت في الستينات؟ الستينات ظهرت فيها طبعا المدنية أكثر، يمكن قد يكون استثناء لمكة المكرمة والمدينة المنورة وقد يكون جدة، لكن في منظومة المدن الأخرى ظهرت في الستينات أكثر، حتى في الرياض، لأن بدأ البناء الشبكي للمدن، بدأ أيضا العمارة المسلحة تنتشر أكثر رغم أنها موجودة في الخمسينات، لكن بدأت تنتشر أكثر بشكل كبير، تزحف على المباني الطينية والحجرية والعريش وإلى آخره. كذلك أيضا بدأت الطرق داخل المدن فيما بين الأحياء
وخارج المدن ربطت مدن المملكة من الرياض إلى مكة أو جدة أو الطائف، ومن الرياض إلى القصيم، من القصيم إلى المدينة، ومن المنطقة الشرقية إلى الرياض وهكذا. كل هذا أيضا الطيران ساهم بشكل كبير وتوسع، وبدأت الخطوط السعودية أكثر، يعني انشئت في الستينات كذلك. السعودية شرت أساطيل للطائرات الجديدة النفاثة اللي قلت لك فيها الكابتن نهار نصار عبر فيها أول عربي عبر المحيط الأطلسي. هذه معالم ومظاهر للحياة. أيضا انشئت فيما قبلها شوية الجامعات، لذلك الشباب السعودي تعاطى مع أول جامعات سعودية، بدأ يدخل جامعات سعودية يلتحق فيها جامعة الملك سعود، جامعة الإمام. متى كانت يعني أول جامعة؟ أول جامعة كانت جامعة الملك سعود يعني في سنة 1377 تقريبا، يعني 37 ميلادي، 1937 ميلادي، وكانت في الملز في الرياض. وأمر وسارع يعني حرص عليها بأسرع وقت أنه الملك سعود، وكان وزير المعارف وقتها الملك فهد، وساهم الملك فهد رحمة الله عليه والأمير، وكذلك الأمير وقتها الملك سلمان الله يحفظه كان أمير. هذه من صور المرحلة فيما بعد. اي نعم، هذه كانت في جدة يبدو لي، هذه في الستينات صح، هذه ناقم في الستينات. انتشرت ايضا مثل ما ذكرت، يعني انتشار صار اكثر انتشار للطرق واشارات المرور والسيارات، ودخلت المدينه وبنيت الفنادق، هذه كلها كانت في الستينات واضحه يعني. طيب الى ما قبل انشاء جامعه الملك سعود، ايش كان مصير التعليم بعد المرحله الثانويه؟ التعليم كان فيه يعني ثانويه وفي معاهد. ايه يعني المعاهد، معهد قد يكون معهد عالي، لكنه الحقيقة أنه في الثانوية، إلى يعني كانت في الثانوية أول جامعة وقمت جامعة الملك سعود. الإقبال أيامها على الجامعة كيف كان؟ في البداية، في البداية لما ابتدأت جامعة الملك سعود، تصور أن مدير الجامعة عبد الوهاب الزام رحمة الله عليه كان يوقظ الطلاب بعد صلاة الفجر، يوقظهم صلاة الفجر على أساس يصلوا الفجر وبعدين يجوا للجامعة، لأنهم كانوا محدودين، عدد محدود من الطلاب هو ساكن جنبهم، فهذه البداية الأولى هذه. فتصور بدأ على ما بدأ النظام الإداري والمالي تقريبا، هو أخذ كم شهر كذا إلى تقريبا سنة، يعني سنة 78 79، لا بدأت الجامعة تتوسع، وبدأ النظام الإداري، وبدأ نظامها المالي، وتصور أنها بدأت فتحت كليات أخرى، يعني بدأت بكلية الآداب لكن بدأت كليات أخرى وتوسعت، وفيما بعد كم سنة يعني وضعت كلية طب، يعني لك أن تتصور يعني كلية متقدمة. وبلا شك أنه مخرجات الجامعة انعكست بشكل كبير، أشبه بنقطة تحول على العمل في الداخل. نعم أكيد، مخرجات الجامعة الأولى لجامعة الملك سعود انعكست بشكل كبير حتى على مجلس الوزراء في عهد الملك خالد، بداية عهد الملك خالد اللي يسموها يعني وزارة الدكاترة، اللي او احنا نسميها التكنوقراط او الخبراء يعني. وكان معظمهم كانوا من خريجي جامعه الملك سعود، محمد عبد اليماني رحمه الله عليه، غازي القصيبي رحمه الله عليه، سليمان السليم رحمه الله عليه، كلهم كانوا خريجين، معظمهم كانوا خريجي جامعه الملك سعود. خريجيهم في مرحله الدكتوراه؟ ايه تخرجوا هم اخذوا البكالوريوس من جامعه الملك سعود، ودرسوا الخارج في الابتعاث، بعثوا الخارج، درسوا الماجستير والدكتوراه، فجوا على بدايات يعني في منتصف عهد الملك فيصل في بداية السبعينات أو قبل السبعينات شيء بسيط، في نهاية الستينات، وتبوا أول مناصب هذه. طيب إذا وزراء في الجامعة أو دكاترة في الجامعة، ثم أصبحوا وزراء فيما بعد. إذا نقدر نسمي عقد الستينات عقد المدنية أو التحول إلى المدنية بشكل واضح. طيب كان هذا التحول أغلبه في الرياض مثلا ولا لا انتشر في كل المناطق؟ لا هو ظاهر في المدن أكثر. ظاهر في المدن أكثر. القرى يعني بدأ التغير فيها واضح في الطفرة في نهاية السبعينات. يعني القرى تختلف، القرى والبلدات الصغيرة بدأ التغير فيها واضح، هو في تغير لا شك، يعني مثلا دخول السيارة في القرى، وكذلك أحيانا دخول يعني أحيانا نقول لك دخول الكهرب، يعني بعض القرى دخلها الكهرب بدري، لكنه في التغير الواضح صار في السبعينات، في نهاية نعم. السبعينات. طيب أستاذ منصور، وإحنا نحكي عن العقود من العشرينات إلى اليوم، واضح فكرة استكمال البناء الموجود، يعني ثبات الحكم، سن الأنظمة، التطور باتجاه البناء، إلى ماذا تعيد هذا كله، هذا البناء المتصاعد؟ هذا الحمد لله يعني يدل لك على أنه كل ملك من ملوك السعودية يعني يبني لبنات والآخر يكمل له، والمجتمع كذلك. يعني لو تلاحظ في قراءك واستقراءك للمرحلة مراحل هذه كلها، تجد أنها يعني المراحل تكاملية، كل مرحلة تكمل للأخرى.
وتراكمية أيضا. أنا لو ذكرت لك تو أنه كيف مرحلة الابتعاث، ثم مرحلة بعد مرحلة الابتعاث مرحلة التوظيف، وفيما بعد أصبحت التوظيف أصبحوا وزراء إلى آخر. فهم بادين بتعليم بسيط وكانوا موظفين، ثم بعدين بتعليم أعلى، ثم أصبحوا مسؤولين، ثم أصبحوا مسؤولين كبار في وزارات، هم أبناء البلد. وكانت الرؤية بدأت من الملك عبد العزيز. نعم أكيد. إلى هذا المخطط أكيد كامل. أكيد، لأن الرؤية تمثلت في إقامة مجلس الشورى ومن بعده إقامة مجلس الوزراء، كلها كانت. وحتى فكرة كامل. الابتعاث يعني في العشرينات كانت فكرة متقدمة جدا في وقتها. جدا، وكانت يعني فكرة أيضا يعني مواجهة التحديات. لما ذكرت لك أن الملك عبد العزيز وضع مشروع الخرج، وكان مشروع ضخم حقيقي، مشروع الخرج الزراعي للاكتفاء الذاتي من ناحية الخضار والفواكه والألبان والثروة الحيوانية والمياه أيضا، وحقق الهدف في أيامها، حقق جدا إلى تقريبا 4 عقود. لما تعرف لما جاءت الطفرة يعني أصبح المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى يتنعم بفضل الله سبحانه وتعالى من مدخلات النفط يعني. جميل، احنا كذا خلصنا إلى عقد الستينات ولسه عندنا كلام كثير في العقود اللي بعدها. اسمح لي أخذ فاصل ونرجع نكمل بعد هذا الفاصل. مكملين معكم ومع الباحث في التاريخ الاجتماعي الأستاذ منصور الأساف، خلوكم قريب. حياكم الله مجددا في هلا وفي هذا الحديث الجميل والممتع واللي ما ودك ينتهي أبدا مع الباحث في التاريخ الاجتماعي الأستاذ منصور العساف. قبل الفاصل تحدثنا كثير عن التحولات الاجتماعية التي حدثت في السعودية في فترة العشرينات الثلاثينات الأربعينات الخمسينات والستينات. أستاذ منصور أرحب فيك مجددا، وندخل على السبعينات ونبدأ ندخل على الطفرة ورصد لأبرز التحولات. نعم، لا شك أن السبعينات يعني عقد فرائحي للمجتمع السعودي، لا ينسى المجتمع السعودي أبدا. أولا بدأ في الخطة الخمسية اللي قررها الملك فيصل مع بداية السبعينات، 1390-1970 بدأ الملك فيصل الخطة الخمسية للمملكة، لسياسة المملكة كاملة. والحقيقة أن كل 5 سنوات طبعا كانت أول خطة خمسية توضع، ومن هذاك التاريخ من 1970. نعم. بدأنا في موضوع الخطط الخمسية والعشرية صح؟ نعم. جميل. بدأها الملك فيصل، والحقيقة أن النصف الأول من السبعينات لا يختلف كثير عن النصف الثاني من الستينات، لكن صار في حدث أحداث يعني غيرت المشهد، اللي حرب 10 من رمضان أكتوبر، وحظر النفط من قبل الملك فيصل عن الدول الداعمة لإسرائيل. هذا ألقى بظلاله طبعا بارتفاع سعر النفط. تصور أنه كنا يعني نبيع برميل النفط في 3.6 دولار فترات طويلة، وكانت البلد الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني كانت مغطية يعني مصروفاتها وتساعد الدول الأخرى الحمد لله. لما سنة 1975 تقريبا زاد النفط تقريبا إلى اللي كان في 3.6 صار 9، ثم صار 18، لا ثم صار 12، ثم صار 18، ثم صار 37 في عام 80 يعني 1980. فالمملكة من فضل الله سبحانه وتعالى بفترة النصف الثاني من السبعينات يعني تنعمت بنعيم الطفرة، لكنه يعني العقد النصف الأخير هذا غير كامل المجتمع السعودي، تغيير كامل شامل للمجتمع، غير في الاقتصاد، غير في البنى التحتية، غير في البناء المجتمعي للمجتمع السعودي، غير في العادات في التقاليد، حتى في اللبس في الأزياء في الشوارع في الطرق في العمارة، كله غير بشكل كبير. الطفرة غيرت المجتمع السعودي بشكل آخر. السبعينات هذه أبرز مع يعني ملامحها. المجتمع كان حقيقة يعني السعودة في المجتمع تلك الفترة زادت بشكل كبير. ليه؟ لأن المخرجات التعليم في العقود السابقة ألقت بظلالها على أن السعودي يتبوأ مناصب الدولة حتى في الوظائف، يعني في جميع الوظائف السلم الوظائفي انتشرت مكاتب القطاع الخاص، استثمر السعوديون في بلدهم، بدأ إنشاء الشركات بأسماء السعوديين. أيضا بدأت خطط يعني الخطط لبناء المدن مثل في الرياض خطط
مخطط دوكسيادوس، وايضا دوكسيادوس يعني خطط الرياض وخطط غير الرياض عدد كبير، الظاهر انه خطط حتى القصيم ويبدو لي عدد من مدن الجنوب. هذه يسمى المخطط العام. فالمملكه نعم. في معنى صور من السبعينات بنعرضها وودي تعلق عليها، مثلا هذه واحده منها. اي نعم، هذه في السبعينات في جدة، يعني شوف التكاسي، هذه السيارات الأجرة هذه كان معظمها من السعوديين، كانوا يعني اللي يشتغلوا فيها سعوديين، يعني أشبه ما نقول الآن هي سيارات الأوبر وكريم واللوموزين هذه، فكان هم السعوديين اللي بيعوا، وكان لها تقنين خاص دائما تنشر، يعني ينشر في الصحف اليومية. هذه الفترة احنا نتكلم بين 1975 إلى 1980 صح؟ نعم هذه السبعينات. بعدها في معنى صورة ثانية برضو ودي تعلق عليها، خلونا نشوف يا شباب هذه الصورة. المجتمع يعني أبناء المجتمع عاشوا في دعة من في نهاية السبعينات، ناسيهم في نهاية السبعينات عاشوا في دعة ورخاء مادي ورخاء واستقرار، حتى أن الشاب السعودي وقتها كان في أواخر السبعينات تصور، يعني تصور أن الشباب هذول يملكون السيارات هذه. ليه؟ لأن الشباب هذول كانوا يدرسوا في الثانوية أو حتى في المتوسطة، وفي ولما يعني تقبل فترة الصيف الحكومة على أساس أن يعني سنت أنظمة جدا جميلة، ولا زالت أنه الأبناء أساس ما في الصيف يعني يطلعوا للشارع أو يلتوا كذا بأشياء ما لا تفيدهم، لهم الحق في الانتظام في الوظائف العامة لمدة الصيف، كان 4 شهور الإجازة الصيفية، فيدخلوا مع آبائهم أو أي قطاع عام يعني حكومي فيتعلموا بالوظائف هذه، يكون كاتب أو مثلا إيش ما كانت مرحلة الدراسية، أي ما كانت مرحلة الدراسية بما يعني يتوازى مع قدراته. فكانوا يعطونهم، تصور في عام 1979 كانوا يعطونهم 3000، و3000 في تلك الفترة يعني أنت قادر من 4 شهور تشتري سيارة يعني فارحة يعني لا بأس فيها. فكانوا الشباب في دعة، يعني أضف إلى أن المكافآت ضعفت، مكافآت الجامعات ومكافآت المعاهد، وحتى الدراسات الثانوية كانت تعطي مكافآت، كانت أيضا وزعت التغذية، برنامج التغذية المدرسية برنامج يعني ضخم ومهول، كانت جسر جوي يصل للمملكة من الدول الأوروبية من إيطاليا ومن بريطانيا، يصل جسر جوي يومي بعلب التغذية المدرسية، ويوزع عنقوديا على جميع بلدات وقرى وهجر. جميل، أبعيدك لمرحلة الإجازة الصيفية، كان مثلا طالب في المتوسط أو في الثانوي يقضي الإجازة أنه يعمل في واحدة من الدوائر الحكومية، ويأخذ مرتب في هذاك الوقت تقريبا 3000 ريال، 3000 في سنة 80، يبدو لي 1980 3000 ريال، ويصير مؤهل بعد ما يتخرج إذا بيدخل جامعة أو ما بيدخل أنه يشتغل في صح، أو يصير مؤهل وأيضا تبني فيه قدراته، يعني قدرات القيادة وقدرات العمل، وكذلك الاهتمام والاهتمام بمعالي الأمور حقيقة، لأنه لو قضى الصيف كله في لعب كورة ولا طلع برا لا ما هو، فالآن يشعر أصلا أنه يعني عنصر باني في المجتمع. هذه ترى جميل. كان لها دور، يعني المجتمع تغير طبعا في رفاهية العيش، المكافآت الجامعات ضعفت، يعني كانت أقل من كذا بكثير وضعفت. لكن حدث غريب حقيقة، أن وقتها كانت مؤسسات القطاع الخاص وكذلك مؤسسات القطاع العام يعني تصل للطلاب داخل مدارسهم لترغبهم في الانضمام إلى هذه المؤسسة أو تلك، ويعني خلي أقول لك مثلا أرامكو، الكليات العسكرية، كافة القطاعات حقيقة تراقب الطلاب في الثانوية، تجيب لهم حتى الاستمارات على أساس يعبون ينضموا لها. في الجامعات كذا صار الإقبال عليها أقل، فالجامعات إيش سوت؟ وضعت مكافأة 50,000 المتخرج أو قطعة أرض المتخرج، وضاعفت المكافأة، وضعت الإسكانات برضو المجانية، فكذا يعني زاد أيضا الإقبال عليها، هي كانت يعني شد من هنا ومن هنا. ال50,000 وقطعة الأرض كانت تعطى للمتخرجين في أي تخصص؟ في أي تخصص، كل الخريجين بالجامعات السعودية أخذ أما 50,000 أو قطعة الأرض. بصراحة حافز كبير ومبلغ عالي جدا في وقتها. نعم جدا، يعني 50,000 إحنا نتكلم في تقريبا 1900 وكم 79 78 هذا طبعا له أسباب، أنه الطفرة الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن أيضا المؤسسات الأخرى نافست الطلاب خريجي يسمون التوجيه الثانوي على هؤلاء الطلاب، يعني أخذت مخرجات الثانوي لها، فالجامعة سحبتهم في ضاعفت المكافآت وأعطت المكافأة فيما بعد التخرج، أيضا وضعت الإسكانات. في الفترة هذه اللي هي نهاية السبعينات
بنيت أيضا المدن الكبرى، المدن الجامعية، بنيت المشاريع الكبرى، وقعت العقود مع الشركات الكورية، بنيت الإسكانات، الإسكان العاجل في جدة وفي الرياض وفي المنطقة الشرقية. كان النصف الثاني من السبعينات في عهد الملك خالد. النصف الثاني في عهد الملك خالد. أيضا زيدت الرواتب، يعني الرواتب لها قصة أخرى. الرواتب كانت في عهد الملك عبد العزيز بأشياء بما هو متوفر حقيقة، وكانت تعرف شرهات وبره وأرزاق، وبعدين صار لها تنظيم. لكن التنظيم الحقيقي لها كان في عهد الملك سعود، لما نظم يعني النظام الرواتب أو المكافآت للعمل. وكانت في بداية عهد الملك سعود نظمت مع بداية الوزارات، لكن أيضا زيدت في عهد الملك فيصل، يعني قبل وفاة رحمة الله الملك فيصل زادها 15%، وفي بداية الملك عهد الملك خالد في 77 زادها 50%، وأيضا زادها الملك خالد أيضا في عام 1401 اللي هو 81 زادها أيضا 40%. فزيادة مركبة، طبعا زيادة على الزيادات الأخرى، فتضاعفت يعني مدخولات الموظف السعودي وتنعم المجتمع حقيقة. يعني التنعم واضح، بدأ واضح في الثمانينات، لكن أنا بتحدث لك عن نهاية السبعينات، لأنه حتى ذكر أحد الباحثين أو الاقتصاديين في أوروبا أنه يعني أكبر بقعة في العالم في الكرة الأرضية هي هنا، يقصد المملكة، يعني أكبر بقعة شغل، يقصد أنه مشاريع، فكانت تبنى الجامعات، تبنى المدن، تبنى مشاريع الإسكان، مشاريع الإسكان العاجل ومشاريع الإسكان العام، مشاريع الإسكان العاجل اللي ذكرناها اللي في جدة والرياض والدمام، ومشاريع الإسكان العام اللي في كل معظم مدن المملكة، ومشاريع الإسكان العام كانت فلل، يعني ما كانت عمارات. أضف إلى هذا أيضا أنه كانت حولت أسلاك الكهرباء والهاتف من الأعمدة إلى باطن الأرض. هذا من السبعينات. في السبعينات، أيوة، كلها في السبعينات. قد تكون انتهت في بداية الثمانينات، لكن هي الحقيقة كانت في السبعينات. أيضا المشاريع الكبرى أيضا في بناء الجامعات، بنية الجامعات معظمها كانت في المدن الجامعية كضخمة، بنية المطارات الكبرى، مطار الملك عبد العزيز في جدة، مطار الملك خالد في الرياض، وكافة المطارات حتى الإقليمية. متى بني مطار الملك خالد في الرياض؟ افتتح عام 84، لكنه هو بدايته كانت في نهاية السبعينات. أيضا جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية بدأت دراساته من عهد الملك فيصل، لكنه يعني وقع عقده في عهد الملك خالد، وافتتح تقريبا في 86 1407. مشروع التحلية الضخم، تحلية المياه في كافة المناطق المملكة، ووصلت المياه في بداية الثمانينات، كانت كلها ترى هذه كانت في مخرجات السبعينات هذه. في نعم، في معنى شباب صورة ثالثة في السبعينات، يعني التقطت من داخل واحد من البيوت، ودي نعرضها واسمع تعليق الأستاذ منصور عليها، لأنها هذه الصورة شو تعلق عليها؟ نعم، وكيف كان الوضع داخل البيوت؟ كيف كانت المباني أيامها؟ وش التغير اللي صار فيها؟ نعم، هذه حقيقة يدفعنا إلى الحديث عن المنازل، منازل السعوديين في أنها شهدت التغيرات هذه كلها. هذه المنازل كانت تبنى على الصامت، بيوت صغيرة، هذه منازل ترى يعني أقدر أقول لك أنها منازل الستينات، وكانت بعضها مسلح وبعضها طيني، لكن هي يعني في طيني أول، وبعدين بدأ الطيني لكن قواعده من الحجر، وبعدين بدأ المسلح. المسلح هذا مبنى على الصامت، 80 متر، 100 متر بالكثير، 120، كانت بيوت صغيرة، والفناء داخل المنزل اللي يسمى بطن الحوي، وهذه كانت معظم بيوت السعوديين كذا. هذه المجالس يسمونها الديوانية، وأنا حقيقة استشهد بعدها طبعا جت بيوت الطفرة اللي فيها القرميد والرخام ورخام الكرارة، وأيضا البلكونات الشرف هذه، وكانت البوابات والأفنية، والبيت صار يعني مستقل مرتدادات من جميع النواحي، ما كان ملتصق أول على الصامت، ملتصق من كل الجهات إلا الشمالية. أيضا يقودني إلى حتى تغير أزياء السعوديين مع تعاقب العقود هذه. هنا الأزياء هذه كان السعوديون في السبعينات والستينات
يعني في الغالب الثوب والجاكيت لازم يلبس يعني هذا في الغالب الرمادي أو الأسود في الكثير أو حتى البني ألوان أخرى، وكان يلبس اللي يسمى الكاروهات، وكان أيضا في الغالب في الستينات القطر البيضة، وبعدين تحول في السبعينات للشماغ الأحمر. هذه تغيرات حقيقة لها مسبباتها وأسبابها ومسوغاتها، لكنها برضه يعني بعض الصور تلقي بظلالها يعني على الباحثين أنهم يبحثوا فيها ويعرفوا أسباب التغير. نعم. طيب أرجع أيضا للسؤال اللي سألته في كل المراحل، هذا الاستمرار في البناء، يعني إحنا ملاحظين من أول ما بدأت تحكي من التوحيد إلى اليوم ما في مرحلة انفصلت أو كأنها بدأت من جديد، كلها تستكمل، كلها تبني. نعم نعم، أنت لو لاحظت أنه مثل ما ذكرنا تو أنه كل الملك من الملوك السعودية يكمل للآخر، يعني يكمل مشروع الآخر ويزيد التوسع الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. والمملكة أيضا ترى مرت بأزمات، يعني مرت بأزمات مالية، يعني في عام 82 إلى 86 نزل النفط بدرجة كبيرة، يعني وصلت تقريبا تصور أنك تبيع من 37 ثم تنزل إلى 8 أو 9، لكن الحمد لله يعني ومريت بأزمة الخليج بعده وعندك استحقاقات أخرى. يعني فاللي أقصد أنه يعني القيادة كانت مشرفة على التغير هذا بما لا يتعارض مع مصالح المجتمع، وهذا الحمد لله كان شيء واضح وظاهر. حتى احنا عايشنا المرحلة هذه، وعايشنا أيضا لما زاد الرخاء تنعم الجميع بالرخاء. ما في يعني الطبقة الوسطى كانت الحمد لله بشكل كبير واضحة في بداية الثمانينات، يعني المجتمع كله تنعم، الطبقة الوسطى كبيرة جدا. طيب احنا نبغى نخصص محور كامل للثمانينات، بس قبلها السبعينات وما قبل، دائما يعني الباحثين في التاريخ يعثرون على كثير من الحكايات الجميلة اللي حصلت في كل هذه العقود النادرة، الأشياء التي ممكن أن تحكى. إيش يحضرك من الحكايات اللي كانت يعني تعطي صورة أو دلالة على مستوى التلاحم، القوة، الحياة في المجتمع في ذاك الوقت؟ أنا الحقيقة استحضر دائما في نهاية السبعينات ثلاث أزمات جت متتالية. طيب. اللي هي أزمة الخبز، أزمة الشماغ، وأزمة الإسمنت. أزمة الخبز، صار في أزمة في الخبز. هو الحقيقة أن الخبز كان معالج من بدري، يعني كان الملك سعود أنشأ عدد من المصانع في عهده، الملك سعود أنشأ عدد من المصانع، منها مصنع الزجاج، مصنع النسيج، مصنع رخص، مصنع السمنت والجبس، وكذلك أيضا من ضمن المصانع أيوه. هذه أزمة الخبز، فاللي صار موضوع الخبز، فالملك سعود أنشأ مصنع المطاحن والدقيق في الملز، يعني للأسف أنه هدم أيام الكورونا يعني. فالمصنع ضخم حقيقي كبير، فتصور أنه في الخمسينات الميلادية كنا نأكل الكروسة، تصور الأمر هذا، وكنا نأكل البانكيك في الخمسينات الميلادية. اللي أقصده أن أصحاب المخابز يعني قد يكون شكوا أنه يعني هذا يضر فينا، خلاص هو أمن الدقيق لكن لا يبيع الخبز. أيوه، فمن مصلحة يعني القرار الوزارة وقتها وزارة التجارة إنه هذا فعلا من مصالح، فأوقفت بعض يعني خطوط الإنتاج في هذه المطاحن فأبقتها على الخبز. بعدين لما جاءت الطفرة وزاد الإقبال على المدن أصبحت المخابز في داخل المدينة أقل من أن توفي للسكان، فصارت أزمة الخبز سنة 77-78 وذا، وانشئت ووقعت يعني مع عقود طبعا وقيمت بعدها. أذكر حنا في الرياض صارت مخابز العرفج، يعني وقعت كسبت فيها مخابز اسمها مخابز العرفج، ووزعت في جميع ميادين الرياض كشكات لتوزيع الخبز، يعني تجاوز الأزمة وتجاوزت الأزمة بسرعة يعني حقيقة. الشماغ ايش حكاية الشماغ؟ قصته طبعا لما زادت الطفرة الناس كانوا يلبسوا، كان في شماغين نوعين ما بيذكر الأسماء التجارية يمكن محرج، لكن في شماغين هي اللي كانت منتشرة بين السعوديين. الطبقة المقتدرة كانت تلبس الشماغ ألف مثلا نقول، والطبقة وش اسم الشماغ؟ الشماغ البسام كان الطبقة المقتدرة كانت تلبس البسام، والشماغ الآخر كان يعني الطبقة المتوسطة. اللي صار ايش لما جاءت الطفرة وتنعم الناس والشباب اصبحوا ياخذون مكافآت من الجامعات والمعاهد فاصبح قادرين على شراء البسام، شماغ البسام، فاشتروا البسام، فصار الإقبال على شماغ البسام كثير، فصار انحسار النوع هذا من الشماغ، وشماغ كله حقيقة. فتصرفت وزارة
التجارة يعني أنا قرأت بتمعن الحقيقة هذه الدكتور سليمان السليم رحمة الله عليه، وطبعا أصدر قرارات حزمة من القرارات، طبعا استيراد عدد أكبر ودعم المستوردين ودعم الموردين عفوا ودعم كذلك التجار المستثمرين، وسمح بأسماء جديدة براندات جديدة. جميل. باختصار الأسمنت، الأسمنت حقيقة السبب برضو الطفرة، لما زادت الطفرة وبدأ الصندوق العقاري منح المواطنين قروض لبناء مساكنهم، والدولة أيضا كانت وزارة البلديات كانت تمنح أراضي، فبنى الناس في كل مكان، فانتهى البقعة المدينة اللي كان قطرها محدود تضاعف إلى 10 مرات تقريبا، كبير بشكل كبير. الاسمنت صار عليه طلب، فكنت تاخذ دور انت لازم تقعد 2 شهر عشان يوصل لك الاسمنت او البلوك، فهنا صارت الاسمنت في سنه 1980، ولذلك يعني تعرف كانت في رخص عدد من المصانع واستقدمت اكثر يعني. جميل. تسمح لي اخذ فاصل ونرجع نكمل؟ بعد الفاصل بندخل معكم ومع الاستاذ منصور العساف الى الثمانينات والتسعينات وما بعدها، استعدوا لقراءه تحولات المشهد الاجتماعي في السعوديه بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا في هلا، الحديث ما زال مستمرا مع الباحث في التاريخ الاجتماعي الأستاذ منصور العساف عن التحولات في المجتمع السعودي. حكايات تاريخية جميلة جدا أعادتنا إلى أزمنة كثير وأعطتنا تصور جميل جدا لقوة التلاحم والترابط الثبات التطور البناء اللي صاير في تاريخ المملكة العربية السعودية. رحب فيك مجددا أستاذ منصور معنا. قبل ما ندخل على الثمانينات أسألك عن بعض المفاصل المهمة اللي صارت في العقود الماضية. من ضمن هذه المفاصل مثلا المكتبات، كيف كانت ومتى أنشئت وكيف صار التطور اللي فيها؟ المكتبات كانت موجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حقيقة كانت مكتبة يعني لما تقرأ حتى في تاريخ جدة تلقى دبوس ويعني عدد من المكتبات كانت موجودة في أكيد مكة لها الأسبقية والمدينة بحكم الحرمين الشريفين، لكن أيضا كان في جدة في الرياض وفي عدد من المدن الأخرى. يعني أصبح الخمسينات أكثر تشكل للمكتبات، حتى أنه أذكر أنه كان عمران لم يتعب الصحة والعافية صحفي طبعا وأديب ومن رجالات الأدب والفكر والإعلام، في الخمسينات كتب في مقال في إحدى الصحف أنه إحنا متى يكون عندنا دار كتب وطنية. في وافق هذا أنه أمانة مدينة الرياض وقتها كانت تنشئ دار الكتب في الملز على شارع الجامعة وقتها. فقالوا أنه دار الكتب هنا الآن تبنى، وردوا طبعا عقبوا على المقال أنه حنا عندنا تبنى ده. فكانت هذه أول مكتبة عامة تبنيها الدولة يعني، وفي كانت تقريبا سنة 57 ميلادي تقريبا. نعم. طيب منها طبعا بدأت ثم صارت المكتبة الوطنية، ثم بعدين انبثقت منها منها المكتبة هذه ضمت الجامعة الملك سعود، فصارت مكتبة الملك جامعة الملك سعود، وذيك انفصلت صارت المكتبة الوطنية، وجت بعدين قصة. جميل. الحديث عن المكتبات يأخذنا إلى حكاية ثانية كنا نسولف فيها أثناء التحضير لمعارض الكتب أو معرض الكتاب. متى كانت البدايات الفعلية؟ المعارض الكتاب جت في السبعينات. السبب أنه في اليونسكو أقرت عام 1970 أنه في عام 1970 صدر قرار أنه بعد عامين اللي هو 1972 سيكون عام الكتاب في العالم. فجت وقتها وزارة المعارف وقتها تبتواكب المناسبة هذه، فبدأت يعني بفكرة أنه تنشئ معرض كتاب. أنشأت معرض كتاب في إحدى مناسباتها، أنشأت معرض كتاب وأقامته في معرض الكتاب اللي هو في المكتبة الوطنية اللي في شارع الوزير. هذا تاريخيا أول ثابت. هذا ثابت تاريخيا 1992 تقريبا. لا دقيقة، هذا التاريخ مهم. 1900 وكم؟ 92 بالميلادي 72 1972 ميلادي عام الكتاب في العالم. اي بس في السعودية كان اول معرض كتاب. اول معرض كتاب، لا مو اول معرض كتاب، يعني اول معرض كتاب رسمي. اي وين كان مقره؟ في مقره في المكتبة الوطنية في دار الكتب الوطنية اللي في شارع الوزير. جميل. دار الكتب الوطنية في شارع الوزير. المعرض كتاب الحالي لا يختلف، لكن هذه البذرة الاولى في عام 77 يعني بادر الله يمتع بالصحة والعافية الدكتور أحمد الضبيب أنه لما بادر نكون عندنا معرض كتاب، فرفع يعني مقترح هذا المدير الجامعة فأنشأوا فعلا طبعا
في عدد من الدور النشر، بدأت الدور النشر السعودية تظهر، دور النشر السعودية تظهر في جدة وفي مكة وفي الرياض، هذه في السبعينات كلها. في السبعينات الدور النشر كانت قبل لكن بدأت تظهر بشكل أكثر، فكانت أيضا دار المريخ. لكن الدكتور أحمد الضبيب أنشأ، طبعا كان هو مدير يبدو لي المكتبات، رئيس قسم المكتبات، فأنشأوا معرض، المعرض الأول للكتاب في عام 98 هجري تقريبا 78 ميلادي في جامعة الملك سعود. في جامعة الملك سعود. طيب أول معرض كتاب لا يعني الحين إذا بنؤرخ للمعرض كتاب. نقول إن الأول اللي في 72 ولا اللي في 78؟ لا للمعرض نفسه، هذا المعرض المستديم هذا. أي؟ هذا في 78 اللي في جامعة الملك سعود. اللي في جامعة الملك سعود واستدام من أيامها. استدام لأن المشرف على معرض الكتاب دائما هي جامعة الملك سعود في الأول. أي؟ اللي بدأ. بعدين انتقلت من جامعة الملك سعود، تعرف الأمر راح بعدين إلى، كان طبعا القطاع الثقافي وزارة التعليم العالي صار، ومن وزارة التعليم العالي صار للإعلام، ومن الإعلام الآن صار لوزارة الثقافة. تحول، تحولات كبيرة. طيب واللي في 1972 هذا عمل فقط هذاك العام بالمناسبة ذيك للعام العالمي للكتاب يعني. أيوة هذاك، بس إنه كان الأول. جميل. يعني هذا التاريخ مهم جدا. طيب الرياضة أيضا لها حكاية. الرياضة طبعا كانت تعرف يعني إدارة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان اسمها، وكان وزيرها بالخير رحمة الله عليه. فكانت فيها إدارة للقطاع الشبابي هذا والقطاع الرياضة. فيما بعد يعني استلمها الأمير خالد الفيصل وطورها إلى أنها أصبحت مديرية، وبدأ القطاع الرياضي وبدأ الأمير فيصل بتطويرها حقيقة. خالد نتكلم على أي عقد هنا؟ في نهاية الستينات الميلادية، وطورها وأعطاها استقلالية أكثر، وحتى استقلالية مالية، وبدأ تعرف مثلا في موضوع بناء الملاعب وإنشاء ملعب الملز وملعب الجدة الأمير عبد الفيصل، والملعب الأمير فيصل فهد، والملعب في الدمام، ثلاث ملاعب ويقعد عقودها بيوم واحد. الثالث إيش هو؟ ملعب بالدمام وملعب بجدة وملعب بالرياض. طيب الرجل ملز واللي في جدة ملعب الأمير عبد الفيصل الموجود الآن، واللي في الدمام إيش كان؟ ملعب الدمام اللي موجود الآن. مو باللي بالراكب الخبر، لملعب الدمام. هذه الثلاثة ملاعب وقعت عقدها في 65 ميلادي وانتهت في 69 ميلادي. كان أيامها رعاية الشباب ولا لسه؟ لا، كانت القطاع الرياضي هذا داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم صار مديرية، وهذا يعني الملف استلمه كامل الأمير خالد الفيصل، وزي ما قلت لك أنه أعطاها استقلالية مالية وأعطاها وبنى المنشآت وبنى الأنظمة لها ووسعها حقيقي بشكل كبير. أيضا بادر في مسألة بناء جديد لبناء المنتخبات السعودية والألعاب المختلفة والقطاعات الرياضية والأندية وبناء الاتحادات، وكذلك أيضا بنى يعني ساهم في موضوع أو أسس فكرة دورات الخليج، حتى في دورة الخليج اللي هي دورة الخليج لكرة القدم. فيما بعد في بداية السبعينات استلم المديرية هذه اللي هو الأمير فيصل بن فهد، كان حديث التخرج فاستلم الملف هذا، والأمير خالد فيصل أصبح أمير المنطقة عسير. الأمير فيصل بن فهد استلم القطاع رئاسة مديرية الشباب هذه، مديرية الرياضة، فيما بعد أصبحت رئاسة العامة لرعاية الشباب مع الأمير فيصل بن فهد تقريبا بعد سنتين من استلامه. فأصبحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إدارة أيضا مستقلة، جهاز مستقل بالدولة، لها ميزانيتها مستقلة وإدارتها مستقلة، وكذلك دخل انضم تحتها يعني الملف الثقافي والشبابي على وجه العموم، يعني مو بس الرياضة. فلذلك بادر الأمير فيصل بن فهد من ناحية الثقافية والملف الثقافي في أنه جمع الأدباء كلهم هنا في الرياض وطلب منهم مقترحاتهم الملف الثقافي. فأذكر أنه يعني أحد المثقفين ظنون عزيز ضياء رحمة الله عليه قال تنشئ أندية أدبية، فبدأ أنشأ الأمير فيصل بن فهد الأندية الأدبية. تذكر تاريخها كم؟ تاريخها 75 تقريبا لكن هي القرار في 75 لكن أنشأت فيما بعد يعني بعضها تأخر يعني، وتعرف صار بعضها في الرياض بعضها في جدة وبعضها في أبها وبعضها في الحايل والقصيم، فيختلف تواريخها. لكن القرار هذا والاجتماع هذا كان في تقريبا في منتصف. إذن الرياضة بدأت من إدارة في وزارة العمل إلى مديرية مستقلة إلى الرئاسة العامة وما بعدها إلى هيئة إلى وزارة طيب اسمح لي أخذ فاصل أخير ونرجع للثمانينات والتسعينات وما بعدها. بعد هذا الفاصل مكملين معكم ومع الأستاذ منصور العساف.
حياكم الله مجددا في هذه الحلقة الممتعة جدا. ترى قبل ما نطلع هوا في الكواليس كنا نقول ودنا ما تنتهي، ومستمتعين بهذه الحكايات وبهذا السرد التاريخي الجميل من الباحث في التاريخ الاجتماعي الأستاذ منصور العساف. أرحب فيك أستاذ منصور. أنا أعرف أنه الحكايات ما تخلص إذا بناخذها قطاع قطاع، لكن ودي ندخل على عقد الثمانينات والتسعينات، كيف كانت؟ الحقيقة أن الثمانينات إحنا قلنا بالنصف الثاني من السبعينات كله كان يعني خلية من المشاريع، كله كانت البلد كلها في كل مكان فيها خلية من المشاريع. يعني تصور أنه كانت القرى الصغيرة البعيدة النائية كانت تدخل الشركات الكورية يعني توصل لها الكهرباء، توصل لها الهاتف، توصل لها المياه، توصل للشبكات المجاري أكرمكم الله إلى آخره، حتى أنه كانت يعني في الفترة هذه يعني حتى التلفزيون وصل القرى هذه. الفترة هذه الحراك كله كان ألقى يعني كله كان يبنى في الفترة في النصف الثاني من السبعينات، لكنه انتهى في الثمانينات. فالناس تنعموا بنعيم هالخدمات هذه في الثمانينات، لذلك كان فترة الثمانينات هي مرحلة الدعوة والاستقرار والرخاء العيش. ونرجع لنفس الربط اللي جالسين نقوله من بداية الحلقة، أنه مواصلة البناء، مواصلة البناء بدليل أن الملك خالد رحمة الله عليه يعني الظاهر يعني أنه أعطى الملك فهد كافة الصلاحيات في الإشراف على هذه الحزمة من القرارات والمباني والسياسات، حتى في الخطة الخمسية الثانية والثالثة. وعلى فكرة ترى يعني مرت عليه مراحل، في أذكر في الإذاعات لما تقرأ في الصحف الأخرى خارج المملكة وذا كان أنه كان يعني يراهن على عدم نجاح هذه الخطط في كثير من المراحل، يراهن على عدم نجاح، على حتى في استقطاب لما أذكر حتى في الرياضة على كان في احتراف أجنبي للاعب الأجنبي صار في السبعينات الميلادية مثل الاحتراف الحالي، وفراهنوا على رسوب التجربة هذه، وبالعكس ألقت في ظلالها طورت الكرة السعودية، ولذلك حققت السعودية مو من سببها لكن عدة أسباب، حققت المملكة في فترة 84 إنجازين وبدأت سلسلة الإنجازات بعدها الفترة هذه. فهي خطط مدروسة من ولاة الأمر وكذلك من الحكومة والمسؤولين من أبناء البلد، يعني هم خططوها ورغم الحديث خارج المملكة في الإذاعات في الصحف سواء مناوعة أو صديقة أو غير صديقة، لكن كانت فيها يعني تحديات أن هذه الخطط ما تنجح. يعني أذكر أحد الوزراء ذكر في مذكراته وزير يعني سعودي ذكر أن الملك فهد رحمة الله عليه في عهد الملك خالد أنه في مجلس الوزراء يعني هذه أموال البلد استثمرها في البلد بس بشكل سريع، يعني لازم نستثمرها بأسرع وقت، حزمة كاملة من القرارات. فكان يقول هو في نفسه يقول أنا ما كنت أتوقع أن إحنا نشتغل عليها كلها في فترة واحدة، ما كنت أتوقع أن الملك برؤيته لم يصب في هذه. يقول لما تحققت كلها يقول رحت وقلت وذكرها في هذه المذكرات بس نسيت منه والله، وفعلا تحققت كلها، تنعم الناس بنعيم الطفرة من فضل الله سبحانه وتعالى في فترة الثمانينات. لذلك كانت فترة الثمانينات هي فترة استقرار مجتمعي واضح يعني حقيقي. خلونا نشوف بعض الصور من فترة الثمانينات وناخذ تعليقات الأستاذ منصور عليها، بنعرض مجموعة من الصور الآن ونشوفها يعني أمامك. أعتقد أنه شبكات الطرق كانت النفاق هذه هذه ظهرت في الرياض في الثمانينات، أول نفق بني في سنة 81 يعني هذا بني في 81 أيوة، والكباري والجسور بنيت الكباري المسلحة المعلقة هو المعلقة اللي في ميدان التجارة في 79، والكباري المسلحة لا أقصد الحديدية المسلحة بنيت كلها في الثمانينات. أتوقع هذا طريق خريص نفسه ولا لا؟ هذا تقاطع طريق الملك فيصل خلينا نقول لك العليا، هذا كان العليا العام أو الضباب ما أدري مع خريص. نشوف الصور اللي بعدها يا شباب. هذه قصور هذه يعني مخرجات الطفرة. شوف المواطن هذا منزل مواطن، فلك أن تتصور أنه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كانت منازل المواطنين عدد كبير من المواطنين منازلهم بهالشكل، هذا مساحات كبيرة وقصور فارهة وسيارات أيضا فارهة، بدليل أنه كانت شوف هذه مفارقة عجيبة حقيقة وحكاية غريبة، أن المواطن السعودي في الستينات لما كان المنازل صغيرة وكانت ملتصقة تسمى على الصامت وكانت السيارات أمريكية كلها طويلة، سيارة طويلة تغطي البيت بالكامل، لما جاءت الطفرة أصبحت المنازل كبيرة وانتشرت السيارات اليابانية في المجتمع السعودي، فصار البيت واحد قدامه أربع سيارات، البيت كبير والسيارات صغيرة والعكس كان هذا.
حتى أن السيارات كانت تدخل في المنازل. شوف المنزل هذا كان تدخل في عدد كبير من السيارات. نشوف اللي بعدها. هذا مبنى الفيصلية كان يسمى الخيرية طبعا مؤسسة الملك فيصل الخيرية يعني قبل بناء الفيصلية برج الفيصلية. هذا في سنة 82 تقريبا وكان معلم يعني معلم من معالم مدينة الرياض على طريق الملك فهد كان يسمى طريق الثمانين. طيب التسعينات أستاذ منصور كيف كانت؟ كانت امتداد؟ التسعينات هي امتداد حقيقة للثمانينات لكن التسعينات شهدت الفضاء المفتوح مجتمعيا أقصد. كيف الفضاء المفتوح؟ ظهرت فيها القنوات الفضائية وهذا غير تغير اجتماعي مهم. ظهرت أيضا فيها ظهر النت حتى لو تذكر ظهر بيجر فيها يعني بس ما بيسبق ظهر النت وظهر الجوال. في كل هذه ألقت بظلالها على المجتمع يعني تغيرات مجتمعية جدا مهمة. لما يظهر القنوات الفضائية ويظهر الجوال هاتف الجوال وكذلك يظهر يبدأ النت يعني يبدأ المجتمع طمع النت. هذه تغيرات واضحة أقدر أقول لك في التغيرات المجتمعية في الفترة هذه في التسعينات أقصد أنه حقيقي هو امتداد للثمانينات لكنه في ظهرت زيادة في مثلا في 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 عدد العمالة لذلك عرجت فيما بعد على طول استدركت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية فعرجت ظهرت العمالة ازدادت العمالة الغير سعودية طبعا زاد عددها في التسعينات. ظهرت أوجه في الإعلام جديدة مثل المجلات الشعبية الشعر الشعبي ظهرت بشكل كبير وانتشرت في تلك الفترة. ظهرت قنوات الإذاعية UFM بشكل كبير تبادلها الشباب. كثرت المتنزهات خارج المدينة المدن لا سيما المدن الكبرى. هذه يعني هذا التغير المجتمع اللي حصل في التسعينات يعني كأنه لأنه هو مدنيا وعمرانيا ترى امتداد الثمانينات واستمر موضوع بكل التحولات اللي يمكن الجميع يذكرها في موضوع الألفية وغيرها وما بعدها. نعم لذلك أنا أقول لك أنه لما تظهر يعني يأتي عقدة تظهر ظواهر تطلع ظواهر سلبية فتعالج تطلع ظواهر إيجابية كثير الحمد لله لكن في ظواهر سلبية لازم تعالج. إذا تأخر العلاج فيكون لوأده الأمر هذا وهذا حدث حقيقي فيه في ظواهر كثير يعني لا أستطيع يعني أذكرها لك في أو أسردها لك لأنك مع بداية الألفية تلاشت هالأمور هذه في كثير من الأحيان حتى بعد العقد الثاني من الألفية أيضا. لكن هذا أيضا شهد تحول آخر شهد تحول وظهور اليوتيوب وظهر بدأت وسائل التواصل أكثر بدأت الناس يتبادلون رسائل الرسائل يبدو لي في آخر شيء الواتساب لكن ظهرت بدل وسائط أنت تقادر أنت في مكان والمكان أرسل لك صورة البلوتوث البلاك بيري فيما بعد ظهر وكذلك كيف ظهرت الأشياء هذه الجديدة في غيرت مجتمعي وصولا إلى الرؤية وصولا إلى الرؤية الآن طبعا قبل بداية الرؤية العقد الثاني من الألفية أيضا شهد تحولات كبيرة أنت تذكر الملك عبد الله رحمة الله عليه في حزمة القرارات اللي في عام 32 تقريبا 2011 وبناء عدد كبير من الجامعات والبنى التحتية وإلى آخره واستمر هذا حقيقة ما كاد يقف إلا بدأت مشروع الرؤية ومشروع الرؤية الآن هو ظاهر للعيان والناس قاعدة تعايشوا يعني ما في لما تعايشوا أكثر من أني أسرد لك لكن هو أنا حقيقة لو أخذ لك خصلة مثلا في موضوع الرياض الخضراء وخليني أقول لك المدن الخضراء على وجه العموم والحقيقة أنه أنا على المستوى الشخصي سعدت جدا بالموضوع هذا لأني شاهدته سريع حقيقة. السبب لأنه كنت أشوف مدننا في كافة مدن المملكة حقيقة بالصور الجوية وشاهد الخضار يغلب على المباني والأسمنت حقيقة والبلوك لكنه في الفترة الأخيرة في فترة عفوا التسعينات ظهرت لما قلت لك الظواهر مثلا السلبية ظهرت البناء أكثر من التشجير. الآن الحمد لله هذا المشروع هذا مثلا الرياض الخضراء والمدن الخضراء هذه على كافة مناطق المملكة موعودين بإذن الله إن شاء الله أن بلادنا تكون خضراء وعقبال ما ترجع جنات النهار بإذن الله. طيب يعني قراءة التاريخ لا تنفصل عن الواقع والمستقبل يعني هذا البناء الكامل من العشرينات إلى اليوم هذا التصاعد فيه إلى إيش ترجعون أسبابه تاريخيا؟ أولا فضل الله سبحانه وتعالى استقرار منظومة الحكم فضل الله سبحانه وتعالى
يعني التوائم بين الشعب والحكومة والتوائم بين صانع القرار والمواطن، أن البلد تبنى يعني تبنى بأيدي سواعد أبنائها. وأنت مثل ما لاحظت أنه في التدرج هذا كيف كان كنا يعني نستقدم الطاقات والخبرات والمعارف هذه من الخارج، والآن يعني فترة بسيطة يعني استطعنا من فضل الله سبحانه وتعالى نستعين بأبناء البلد، وكلها مكملة للأخرى، يعني سياسات مكملة لبعض، يعني زي ما قلت لك هي تراكمية وتكاملية أيضا، وحافظ عليها حقيقة، حافظ عليها صانع القرار وحافظ عليها المواطن حقيقة. أخيرا، بالعادة سميها لضيوفي تغريدات صوتية أخيرة، اليوم اللي ينظر للتاريخ السعودي ويقرأ المشهد الاجتماعي السعودي والتحولات اللي حدثت فيه من كل الجوانب على مستوى الوطن، السياسات الخارجية، الداخلية وغيرها، بماذا يخرج من هذا التاريخ كله؟ الحقيقة أشوف التاريخ مرهون بالاعتبار دائما، الإنسان يعتبر دائما بمآل الأمم والأمم الأخرى كذلك كيف كانت، لكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى التوائم هذا بين القيادة والشعب هذا دائما يثمر الحمد لله نبتة طيبة. ولو استقرأ تاريخ المجتمع السعودي الحمد لله أنه كله من فضل الله دائما إن شاء الله أنه في تصاعد، وهذا شيء ظاهر لنا الآن واضح. فإحنا دائما نقرأ كباحثين، إحنا نقرأ مجتمعنا السعودي في على مر العقود هذه أنه يعني بسهم تصاعدي مجتمعيا، تصاعد عمرانيا، تصاعد علميا، تصاعد حتى ترى في تخصصات الأخرى. أنا لما أتناقش في مثلا في الرياضة، في القطاع العمران، في القطاع المدني، في القطاع، تشهد أن المملكة تزداد من فضل الله سبحانه وتعالى طاقات وخبرات من أبناء البلد في هذه جميل. أنت على المستوى الشخصي أستاذ منصور، وأنت تستحضر التاريخ وتقرأ وتبحث فيه دائما، يعني إيش أكثر الأشياء اللي تبهرك واللي ترسخ في ذهنك وكذا زي حلقة الربط بين كل ما يحدث في السعودية؟ يعني حقيقة أنا يعني أعجب حقيقة في 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 قبول المواطن للتغير الإيجابي للبلد، يعني دائما من فضل الله زي ما قلت لك تو الآن أبناء قرى وأبناء بوادي وأبناء بلدات نائية في البلد أصبحوا هم في فترة مبكرة قيادات عليا وطاقات درسوا في الخارج صحيح، لكن حتى الخارج أبهروا منهم. وذكرت لك أنا أنه جزاع الشمري وأحمد مطر والنهار نصار طاقات سعودية كانت في الخارج وحققت يعني أسبقيات ما حققها أبناء تلك البلاد. أستاذ منصور شكرا جزيلا لك ولحضورك. الله يحفظك وسلمك. شكرا للأستاذ منصور العساف الباحث في التاريخ الاجتماعي، حكم راسخ، قيادة رشيدة، شعب متلاحم، كل هذا يصنع تاريخا وحاضرا ومستقبلا سعوديا مزهرا. رحم الله غازي القصيبي، أجل نحن الحجاز ونحن نجد، هنا مجد لنا وهناك مجد. أشوفكم بكرة في أمان الله.